لأول مرة بمدينة العالمين الجديدة انطلقت فعاليات الأنشطة الطلابية بالجامعات هذا الموسم، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. اللي موجود النهارده الحقيقة بيعكس دور الجامعة والأنشطة الطلابية المختلفة علشان يبقى فيه خريج وطالب وإنسان متكامل. إحنا نبغي العملية التعليمية ليست فقط إن هو يتلقى التعليم أو ياخد شهادة، إنما إحنا بننمي قدراته مهاراته وبنرعى الإمكانيات بتاعة الطالب علشان يقدر فعلا يبقى إنسان متكامل. السنة دي اهتمينا إن شباب الجامعات يبقى كلهم معانا، وإن شاء الله كل أسبوع هيبقى معانا شباب من الجامعات، وعملنا يمكن الشاطئ ده مخصوص لشباب الجامعات. أنتوا جيل المستقبل، أنتوا اللي هتحملوا الراية بعد كده، وفي منتهى الأهمية الحقيقة إن أنتوا تيجوا تتفرجوا على المدن الجديدة وتتفرجوا على اللي بيحصل في العالمين. مدينة العالمين الجديدة التي تتمتع بجوها الساحر وطبيعتها الخلابة استضافت المواهب الشبابية من الجامعات كافة في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية. اللوحة بتتكلم عن أصحاب الأرض. أصحاب الأرض متمثلة في البطل الأم، هي رمز الفلسطيني، الزي التراثي الفلسطيني والمستقبل لأهل فلسطين، متطلعة لقد إيه هي عندها صبر وجلد، ورمزية هنا للصبار على الصبر والجلد. وده يا فندم الحياة بتاعت الطلبة والأنشطة الطلابية اللي بيعملوها، وأنا ببقى سعيد بيها جدا. تنمية قدرات الشباب والإبداع والابتكار تعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030. محمد محروس، النيل للأخبار.